محبة الوالدين ما فيها فرق، الميمة والبو الحنين عطفة صدق، من الله نور هاد الماء وتشرق. الوالدين لا تكون عاصي وتخرق، الوالدين يا الوالدين حسان بيهم وكل أمرهم طايع، والمحبتهم لا تكون هامل وبايع، بيهم استر الله ورضاه يا الهايع، عن الكبر شبههم ولو تكون تجايع. الوالدين يا الوالدين شحال من واحد ربي كرمو برهم، عطاه من أنواع كل خير بسرهم. السلام عليكم متتبعين ومتتبعات قناة سمع حكايتي، وكيف ما عودتكم دائما كل نهار حكاية جديدة، قصة وألم وعبرة جديدة. اليوم معنا واحد المتتبعة وفية للقناة وبغات تعود الحكاية ديالها وتاخذوا منها العبرة، وكذلك انتم تقولوا لها شنو تدير، لأنها كتحس براسها أنها مريضة وأنها محقورة، كتحس واحد الإحساس في شي شكل. فالله يجازيكم بخير، ما تبخلوش عليها، وكيف ما عودتوا دائما القناة سمع حكايتي أنكم كتحطوا الآراء ديالكم، كتحطوا نصائحكم، الله يجعلها في ميزانكم المقبول إن شاء الله. فهاد الأخت راه كتسنى النصائح ديالكم بفارغ الصبر، قوم معايا للآخر. السلام عليكم، سميتي وفاء، في العمر ديالي 30 سنة. اليوم قررت نحكي لكم قصتي مع الأم ديالي، وبغيتكم تنصحوني وتوجهوني، واش أنا اللي ظلمة ولا هي اللي ظلماني؟ حنا ثلاثة ديال البنات خواتات، الأم ديالي الصراحة تكرفصات علينا. حنا كنا ساكنين في أسفي، ومن بعد جينا لمراكش. خدمات أختي الكبيرة وتزوجات، عاوتاني خدمت أنا وخدمت حتى أختي الصغيرة، ولكن أنا اللي كنت هزة المصاريف ديال الدار. كنت خدامة بسبعين ألف ريال، كنت كندير داكشي ديال الاستيتيك، كنت كنعطي 13000 ريال كل شهر، وكنت كندور مع الوالدة والوالد، يعني مهلية فيهم، وهذا الشيء من 2005 حتى 2012 وانا مهلية فيهم. ما نعاودش ليكم، ماما ما كان خاصها معايا حتى شيء خير، درت لها الفراش، درت لها المعينات، اي حاجه حلت عليها فما كنحضرها ليها. في الاخر وقع لي واحد المشكل في الخدمه وخرجت منها، وقبل ما نخرج من الخدمه تعرفت على واحد الدري اللي عرفتني عليه واحد صاحبتي كصديق وصافي، ماشي على قبل الزواج. صافي منين خرجت من الخدمه كنت كنحتاج 10 دراهم ديال الحمام، وما كتعطيها ليا حتى وحده فيهم، لا ماما لا خواتاتي. ماما ما كانتش كتبغي تعطيني الريال، فاش كنقول ليها ماما عطيني كتقول لي لا، كنقول ليها حتى انا كنت كنعطيكم، كتقول لي لا منين بغيتيني نجيبها لك باش نعطيك. وانا الصراحه من داك النوع اللي كنخاف، وانا فيا ما نخرج ندبر على راسي ونجيب فلوس الحمام وفلوس الكسوه وكل شيء. كنت خدامه الخدمه ديال الصالونات، وكندير مانيكور وباديكور، كندير داكشي اللي كيخص الاستيتيك، وكان فيا ما نمشي ندير الحرم ونجيب، ولكن حتى الله بيني وبين داكشي. رجعت كنتلاقى مع داك الدري اللي عرفتني عليه صاحبتي، كنت كنتقهوى معاه، عاودت ليه على كلشي اللي صار لي، كان كيعطيني فلوس الحمام وكيعطيني باش نخرج، ولقيته واقف بجنبي. كانوا كيعيطوا ليا الكليان، هاللي باغي مساج وهاللي باغي مانيكير وهاللي باغي باديك. تما غادي نتعرف على واحد الخليجي، واللي عرفتني عليه واحد صاحبتي كانت متصاحبه معاه. واحد النهار عيطت عليا قلت لي عافاك اجي خدمي فلان مساج ومانيكير وباديكير، وفعلا مشيت وخدمت ليه وعجباتو الخدمه ديالي، وعرف الظروف اللي كنت عايشه فيها. رجع كيدور معايا مزيان، كنت الا خدمت ليه ب 4000 كيزيدني 6000، وبعض المرات كنلقى حاط ليا في صاكي الفلوس حيت ما كنتش كنشد عليه. فاش كنت كنمشي للدار عاد كنلقى 4000 6000 في صاكي، وكنعرفو هو اللي حطها ليا. صافي بقيت هكذاك. مره كان كيعيط ليا داك السيد اللي كان واقف في جنبي، كنا كنتلاقاو انا وياه، كان يدور معايا وكان كيعاونني شويه. كنمشي للدار كتقول لي ماما انت ما بغيتيش تخدمي قابله غير الدوران. كنجي كنلقى اختي خدات ليا حويجاتي وعطاتهم للبنات، كنقول لها ما تعطيش حوايج للبنات كتكرفصيهم ليا. المهم ديما كندبزو انا وياها على هاد القضيه. واحد النهار عيط عليا داك الخليجي قال لي غادي تجي تخدم ليا صاحبي المانيكور والباديكور، يلا جا من الامارات. اتصلت انا بالسيد اللي كنخرج معاه قلتها ليه، قلت لي راه عيط عليا الخليجي وقال لي نخدم لصاحبو، قال لي صافي. داك الساعه ما كان بيني وبينه حتى شي حاجه، قال لي ماشي مشكل سير تزق الله،
وفعلا مشيت خدمت ليه وعجباتو الخدمه ديالي. رجع كل نهار كيعيط عليا وكنمشي نخدم عليه وديما خلاصي مدوبل. بقيت هكذا وتطورت العلاقه بيني وبين داك السيد اللي كنعرف. بقيتو مهتم بيا بزاف وليت كنحس بيه كيعاملني معامله زوينه، كيوكلني الا كان فيا الجوع وكيقهويني وكيعطيني فلوس الحمام فلوس الصالون. واخا كان خدام مسكين على قد الحال، انا صافي ولفتو ولا هو المتنفس الوحيد ديالي، ولا عندي هو الكل في الكل. كنت الا ما شفتوش بحال ناقصاني شي حاجه. حتى الواحد نهار هو يقول لي داك الخليجي صاحب صاحبتي، قال لي فلانه، قلت ليه نعم، قال لي راه محمد راه عجبتيه وراه باغي يتزوج بك الا بغيتي. قلت لي ولكن تعرفي انني كاينه مع السيد الفلاني. قال لي شكون؟ واش هذاك اللي عاودتي لي عليه؟ قلت لي اه، حيت انا كنت معاوده لهاد الخليجي كلشي. قال لي سيري صالحيه وقولي ليه انا الخليجي باغي يتزوج بيا. الا قالك اه الله يسهل عليك سيري تزوجي على راسك. قال لك لا المهم حنا مخاطرين، ولا بغيتي محمد راه باغيك للحلال وحتى انا غادي نوقف معاك. قال لي ولا بغيتي داك السيد اللي كتبغي ندير لك انا العرس؟ قلت ليه واخا صافي. مشيت عند داك المغربي وانا فرحانه كنقول مع بالي نقولها ليه، بغاني هي هذيك، ما بغانيش نمشي عند داك الخليجي نتزوج به ونتكمش. وفعلا مشيت عند داك السيد اللي اصلا كان كيشرب، لقيتو شارب داك الساعه. قلت ليه فلان؟ قال لي نعم. قلت له انا اللي وقع لي اللي وقع لي، داك الكليه اللي كنت كنمشي عنده راه صاحبو عجبته وراه باغي يتزوج بيا. قلت ليه انا راه بغيتك انت، ودابا قول لي لا ما بغيتينيش انا نمشي نتزوج بالسيد، الله يسهل عليا الله يسهل عليك. المهم عاودت ليه كل شيء، هو يقول لي لا 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 انا راه بغيتك وباغيك ليه معقول. صافي لا لا ما تبقيت تخدمي حتى شي واحد وما تبقيت تمشي حتى لشي بلاصه، انا دابا بغيتك. قلت ليه صافي الله يكمل علينا بالخير. ما نكذبش عليكم فرحت بزاف وفرحه ما كانتش كتعوض. قلت هذا قريب عليا، اما هذاك بيناتنا غير الخدمه، ما مصاحبه معاه ما والو، يعني كليان وما عرفتوش اصلا واش باغيني نيشان ولا غير كيكذب عليا، وباش عرفتو باغي المعقول. اما هذاك المغربي هو اللي لقيتو واقف بجنبي من نهار اللي خرجت من الخدمه. صافي منين قال لي انا بغيتك المعقول، جيت للدار وعاودت لماما كلشي. قلت ليها شنو وقع ليا شنو وقع ليا، حنا خواتاتي وانا كنعاودو لماما كلشي، حنا في دارنا عندنا الحريه، ماما عطي لنا الحريه وكتقول لينا هادشي عندك ولكن احترمي القوانين ديالك. عاودت ليها على كلشي على الخليجي وعلى المغربي. جات هي قالت لي لا ما غاديش يكون. قالت لي علاش ما تاخديش الخليجي؟ قلت لها انا بغيت ولد بلادي. وكان تما خالي قال لي انت وجه الفقر، بقى عليا بالهضره هادي وديك. قلت لهم انا واخا تجيبوا لي ما عرفت شكون، انا هذاك بغيتو. صافي يسر لي الله. وفعلا صيفط مو اختو وخو وخالته شافوني وقالوا لي الله يسخر. قلت لماما غادي ديروا لي العرس، قلت لي انا ما ندير لك العرس لا والو، ديري العقد وسيري بحالاتك لدارك. انا داك الساعه ما عندي لا فلوس لا والو، وحتى هو كان على قد الحال. المهم مشينا طيحنا العقد، عطاني قدام الوالد ديالي 54,000 ريال في الصداق، كانوا داروا معايا 70 وعطاوني غير 54 والباقي صافي بقات. منين عطاها ليا جينا غاديين بالسلامه بالسلامه، جينا راكبين انا وبا في الطاكسي وهو يعيط عليا قال لي عافاك الا ممكن اعطيني 4,000 ريال نقضي بها من بعد رجعها لك. قلت لي صافي ماشي مشكل. جبت 4,000 ريال وعطيتها ليه مع داك الفلوس اللي كانت عنده كامله عطاها ليا. عطيتو دوك الفلوس ومشيت في حالتي للدار. لقيت ماما جايبه لي واحد النقاشه، ما نقولكمش داروا ليا هي وخالتي واحد النقاش عالي، ولكن شنو غادي نقول لكم، في الاخر ما لقيت اللي يوقف معايا، لا خوت لا والو. الغد ليه كانوا الناس غادي يجيو عندنا وانا يلا حنيت وما كاريا لا دار لا والو، ما عندي لا ما عند لا والو. ماما قالت لي انا يلا ندير لك الدجاج واللحم، ما سوقي لا في حلوه لا حتى في شي حاجه، قالت لي غادي نتكلف لك غير بهاد الزوج. مشيت انا لذاك الفلوس ديال الصداق هزيتها شريت بها الطباس الزلايف ضمنت على الحلوه على العصير كل شيء جبتو. مشيت كريت دورت مع با ومشيت عند صحباتي قلت لهم خاصكم توقفوا معايا كريو ليا شي تكشيطه ديال العرايسات، تقت في الاختيار ديالهم. مشاو كراو ليا تكشيطه زرقاء ماشي ديال العرايسات. ماما الصراحه ما خلاتنيش نمشي معاهم باش نختار، قالت لي عطيني انا نختار لك تكشيطه بيضاء تجي مع وجهك، مع انا وجهي زرق وانا عروسه. المهم ما درتش الثقه في الام ديالي داك الساعه واختاريت صحباتي عليها. مشيت نصايب شعري عند في الصالون
الناس كانوا كيسولوا على عروسه فين هي، ما شافونيش، ما بيناش فيا عروسه. دخلت عندي عجوزتي قالت لي الله يا بنيتي انت غير كون قلتيها ليا كون جبت لك تكشيطه، حتى راجلي ما عجبوش الحال، فاش شافني تزيرت باسني وعطاني 16000 ريال. صافي داك الحفله كنت عرضت فيها غير على صحاباتي جوج وخالتي وحنا اللي في الدار. صافي داز داك الحفله مشاو في حالاتهم، خلاوني في الدار ديال الوالدين. بقيت كنتناقش انا واختي كل نهار. واحد النهار عيطت عليه قلت عليه، قال لي اجي، وفعلا مشيت لعندو. كان عنده بيتو فيه غير ناموسيه بوحدها، لا ماري ولا والو، ما كان موجد والو. قالها لمو، قالها مراتي تخاصمت مع دارهم وراها بغات تجي. قالت لي مرحبا بيها. فاش مشيت عند راجلي اتصلت بيا الام ديالي، ما خلاتش ليا بالمعيور والهضره. قلت ليها صافي انا بغيتو وجيت عندو. قالت لي انا غادي نجي عندك دابا. قلت لها حتى يفرشوا الصالون وعاد اجي. وبدات عليا بالمعيور وكتقول لي واش الناس ما عندهمش حتى الصالون فين يجلسوا غادي عندهم. بقات كتخاصم عليا. صافي جات امي عندي عطيتها واحد 30000 ريال، شرات ليا تلفازه وزريبيه وجوج موينطات وبارابول. هذا هو العرس ديالي كيفاش داز، غير اختصرت فيه بزاف وبزاف ديال الخصام اللي وقع بيا بيني وبين الام ديال راجلي. المهم حملت بالولد ديالي الاول، دازت الفتره ديال الحماله. فاش بغيت نولد حتى السبيطار ما بغى يشدني. قالت لي ماما ديوها للكلينيك انا نعاونك بالفلوس. قال لها راجلي انا ما عنديش. قالت له غير ديها انا غادي نعاونك ب70000 ريال. في الاخر داوني للكلينيك ولت 140000 ريال، عطاتو ماما 70 وهو دبر في الباقي. المهم تما نضت مشكله كبيره مع راجلي وامي، حيت قالت لي عطيني فلوسي باش ولدت مرتك، هو عطاها 20 وبقات 50. اليوم من هذا كتلومنا عليها. كنقول لها امي انت قلتي ليه نعاونك ما قلتي ليش سلفت. صافي دازت الايام وحنا غاديين وراها. تزوجت اختي بواحد الخليجي، منين شرات دارها دار ماما كراتها ومشات سكنت مع اختي. عاوتاني اختي دفعت في دار واحده اخرى، كانت كتقول لي غير تخرج ليا الدار في قليز غادي نعطيها لك تسكني فيها حتى يسهل عليكم الله انت وراجلك. انا عجبني الحال، قلت الله يا ربي الحمد لله اختي بغات توقف معايا. ولكن للاسف امي كانت كتقول ليها ما تعطيهاش الدار، ما غاديش تبغي تخرج ليكم من الدار وخصوصا راجلها. صافي اختي كانت كتقول لي نعطيك الدار تسكني فيها وندير معاكم واحد الورقه. فاش قلتها لراجلي ما بغاش، قال لي انا داكشي ديال الدل ما عندي ما ندير به. الصراحه راجلي معيشني مزيان وعايشه معاه السعاده وما خصني معاه حتى شي خير. الحمد لله معلم الصناعه ديالي وكنخدم بيها. راجل الله يعمر ليه الدار، وعقولتي الله يطول عمرها انسانه طيبه. واخا وقعوا بيناتنا المشاكل في الاول ماشي مشكل، غادي نكمل ليكم على اختي. قالت ليها امي راجل اختك ما مزيانش وغادي يقول بك وهادي وديك. صافي في الاخر قالت لي اختي ما غاديش نعطيك الدار غادي نكريها. ماشي مشكل. دازت الايام ولدت ولدي الوسطاني، اتصل بها راجلي قال لها بنتك راها ولدات اجي عندها. قالت لي انا راني مشغوله ما جات عندي حتى دازت 3 ايام ولا 4 ايام عاد جات عندي. هو اتصل بالاخت ديالو قال لها اجي خدي الدري عند امي. فعلا جات عندي لوسي وخدات ولدي عند عجوزتي، عجوزتي اللي لقيتها في جنبي اكثر من الام ديالي. قابلات ليا مسكينه الله يكثر خيرها. نهار 3 ايام عاد خرجت انا لداري، مع كنت ولدت بالفتيح وتعذبت بزاف. شنو غادي نقول لكم اخواتاتي، والله العظيم الا كنت كنتك على الجنب ديالي وكنغسل الماعن وراجلي كان كيصيق. جات عجوزتي واحد النهار جابت لي الدري، قالت لي فين امك؟ قلت لها ما جاتش عندي، حيت كانت مع اختي اللي ولدت، كنا ولدنا انا واختي قد قد. انا خرجت من الطبيب نهار 3 ايام وهي جات عندي حتى النهار الرابع. كانت زالت مني الدوخه شويه وتوكت. فاش جات امي عندي قالت لي واه انتي بعدا انتي راكي شويه، اما اختك راها ما نايضاش من بلاصتها. قلت لها هي ولدت غير بالغراز، اما انا راني ولدت بالفتيح. صافي بقات مره كتجي عندي مره لا. دازت عاوتاني الايام وولدت ولدي الثالث، عيط عليها راجلي قال لها بنتك ولدت اجي دي الدري. المهم نفس السيناريو وقع، ما جاتش عندي حتى 4 ايام او 5 ايام. جات عاوتاني ولقاتني واقفه على رجليا وكانت مشى. واحد النهار جات عندي باش تشقى معايا حيت كنت يلاه ولا والده. لقات عندي شي حوايج عطاتهم ليا اختي، وداك اختي كانت على برا داك الساعه هي وراجلها.
نوضت عليا الام ديالي الغواس، قالت لي سرقتي لاختك الحوايج. قلت لها امي انا ما سرقتهمش ليها، راه هي اللي عطاتهم ليا، اصلا ما كنلبسهمش. قالت لي لا راكي سرقتيهم لها، وبدات كتغوت عليا وشوهتني مع الناس اللي كانوا ساكنين تحت مني، بداو كيسمعوا داكشي اللي قالت لي. ناض خلاتني مرونه مع الصابون والدار كلها مرونه، ومشات. وكان في وقت الغدا وانا نفيسه والدري كيبكي، وخوته هو باقي تربيه. عقوسي شدت ليا الولد وجارتي عجنات ليا وطيبات ليا المرقه وطلعتهم ليا. بقيت كنبكي وكنقول شوف على قله السعد اللي عندي، مشكلتي انا قلبي حنين ودغيا كنسى داكشي، هادشي اللي عطاني الله، ما عندي ما ندير، وديما كنلقى هو اللي الله هو اللي واقف معايا. والمشكله ان الام ديالي كدير بيناتنا الفرزيات. تصوروا فاش تزوجت اختي بهاد الخليجي، وقفوا معاها، دارت العقد، مشاو معاها حتى للرباط، ومشاو طلعوا وهبطوا معاها، وانا اصلا ما في خباريش، حتى وجدت كلشي. عاد عيطت لي اختي وقالت لي قولي لي مبروك راني تزوجت، ما نكذبش عليكم. طاح عليا الضيم، قلت امي باقا عايشه وانا ما جايباش الخبر على اختي غادي تزوج. قلت كون كان غير ان الام ديالي ميته نعذر اختي لا نكرت عليا. فاش عاتبتهم قالوا لي انتي كتقولي الخبر وكتعاودي للناس وكديري وكتفعلي، ولا قلناك شي حاجه ما كتصدقش لينا، وبزاف ديال الحوايج. عاوتاني داروا البيرمي وما قالوهاش ليا، داروا شحال من حاجه وما كيقولوهاش ليا. كنمشي عندهم للدار، كيف كندخل كتعطيني ماما ساعه، فاش كنمشي عند عجوزتي السبت والحد كنلقاها موجده ليا الغدا. كنخمل ليها داك البلاصه اللي تغدينا فيها، نغسل لي المعينات ونتكا في العشيه، نوضو نديرو قهيوه. داكشي عند عجوزتي نقي ومرتب، ما كتغوتش عليك، واخا كاينين شي نقاط سلبيين كنقول خيرها سابق فيا. فاش كتجي لوستي عند الام ديالها كيفاش كتعامل معاها، وكنقول حتى انا فاش كنمشي عند الام ديالي علاش ما كديرش معايا هكذا. كيف قلت لكم فاش كنمشي عند امي كتعطيني سعاد المكانه ولا اقل، حتى كيف دايره لاباس ما كتقولهاش ليا، وكتقول لي نوضي تشقاي، كتقول لي انت جايه باش تفقسيني، انت جايه باش ديري لي وتفعلي لي، انت جايه مخليه دارك نقيه وانا جايه توسخي لي داري، نوضي تشقاي، نوضي طيبي لولادك. وتصوروا الاخت ديالي الاخرى ما كتشقاش، غير ساده عليها البيت، كتنوض كتلقى الفطور واجد، كتنوض كتلقى الغداء واجد، ما كتهضرش معاها نهائيا. وانا واخا كنت كنوض نشقى داك الشقا بعد حيت ما كتشجعنيش، عمرني شقيت عليها وقالت لي الله يرضي عليك بنتي. ما كايناش هادي عندها نهائيا، وما تسمعيهاش، خصوصا فاش كنت كنبات عندها كنقول لها اجي ماما تنعسي حدايا، كتقول لي لا غادي نعس مع بنتي الاخرى. تصوروا فاش كنكون كنهضر معاها في التليفون وكتصوني عليها شي وحده من خواتاتي، كتقطع عليا وكتجاوبهم هما، انا عندها زايد ناقص، تقلقي ما تقلقيش، شغلك هذاك وحياتك هذاك، انا هادشي كامل في كفه. ولكن فاش تزوجات اختي وخباو عليا عندي في كفه وحده اخرى، وما تسرطاتش ليا اليومين هذا. كنقول لهم حتى انا عندي ولادي، دابا نزوجهم ان شاء الله ما نقولها حتى لشي واحد، وشوفوا داك الساعه الاحساس اللي غادي تحسوا به. هما كيقولوا لي راه حتى الويساتك ما كيقولولكش الخبر، داروا شحال من حاجه وما قالوها لكش. كنقول لهم هادوك برانيين عليا، انتوما اللي مي خواتاتي. المهم شنو غادي نقول لكم، كنحس براسي مريضه، وبالقناه ديال سمع حكايتي منفسة على راسي، كل ما كانت القناه ديالكم كون راني انفجرت بها، كنسي امي بهبو من الناس. تصوروا فاش كنمشي لدارنا ما كنحسش بالحنان ديال الام، كنتمنى شي نهار نمشي عندها وتقول لي بنتي توحشتك، كيف دايره مع الزمان ومع الوقت، كيف كدير عكوسي مع بناتها. وانا والو كتسلم عليا، وحتى السؤال ما كتسولش عليا، كيف كتنوصل كتقول لي نوضي تشقاي، ولا عطاوني شي حاجه كيمنوها عليا. مثلا كنت واحد الوقيته بغيت نرهن، قلت للام ديالي سلفيني شي مليون راه خاصني باش نكمل فلوس الرهينه، قالت لي ما نعطيكش. فاش اختي الكبيره بغات ترهن سلفوا ليها جوج ديال المليون، بقينا هكذاك، بقيت انا غير كاريه. حتى نزلت اختي من الخليج سولتني واش كاريه، قلت لها راني غير كاريه، قالت لي لا خصك باش ترهني نعطيك. قلت لها ما كرهتش اختي، قالت لي شحال خاصك، قلت لها غير شي مليون، كون قلت لها اكثر كون عطاتني. قلت لها لراجلي ما تقبلش الفكره نهائيا وما عجباتوش، قال لي لا غادي يبقاو يمنوا علينا ويقولوا رانا عطيناكم،
قلت ليه ماشي مشكل، نقصحوا قلوبنا ونشدوها عليهم. وفعلا قنعت راجلي، قلت ليه ماشي مشكل غادي نشدوها عليهم، وحتى حنا واش نبقاو ديما كارين. المهم قنعتهم، رجعوا كيطلعوني بها وكينزلوني بها، حنا عطيناك حنا درنا لك حنا، كون جات لامك ما تعطيكش. المهم ندماتني عليها، واخا هكداك اختي الصغيره قلبها بيد، لا هي لا با، لكن ماما كنحس بها قاصحه معايا بحال ماشي هي امي. وخصوصا فاش سمعت قناه سمح حكايتي حطت قصه ديال واحد الاخت اللي اكتشفت ان الام ديالها ماشي الام الحقيقيه، وليت خيفانه لا تكون الام ديالي ماشي الام الحقيقيه، وليت كنشك لدرجه ولا في مرض النسيان. تصوروا فاش كنكونوا مسافرين، عفوا فاش كيكونوا مسافرين ما كيقولوهاش ليا، وفاش كنتصل بهم كنقول لهم واش نتوما مسافرين، كيقولوا لي لا ما مسافرينش. كنقول لهم صافي انا جايه عندكم، غير انا كنقولها لهم، ما كيقولوا لي لا غادي نوضوا نسافروا. اش غادي نقول لكم؟ اللي داروها ما كيقولوهاش ليا، كيقولوها لاختي الكبيره واختي الصغيره، وانا دايريني براني عليهم، خايفين لا نحسدهم ولا ما نعرف. اما راجلي مسكين ما كيحملوش وما كيبغيوش، وخصوصا فاش كيسمعوني كنعاود عليه الخير، كيقولوا لي دابا يجي نهار ويخليك ما ديريش فيه الثقه. انا كنقول لهم راجلي حنين فيا عليكم. ماما ديما كتقول لي انت كتحماقي على راجلك، عزيز عليك الرجال. كنقول لي هذاك الراجل راه لقيت فيه كلشي من نهار تعرفت عليه، دايره هو امي وباه واخواتاتي هو كلشي. وانا فاش كنمشي عند عجوزتي كنمرض الا دارت معايا شي تصرف واخا بسيط، كنحس بالنقص، كنقول هما شايفين الام ديالي شنو دايره معايا، محراهما الويساتي تا هما داروا شحال من حاجه، اللي شات الدار واللي حملت وخباو عليا، ما بقاش فيا الحال. علاش؟ حيت كنقول هادوك غير الويساتي، خواتاتي وراهم كينكروا عليا، هادوك الا نكروا عليا جات معاهم برانيين، شوفي من لحمك ودمك شنو داروا فيك. ما نكذبش عليكم الخواتات، هادشي تسبب ليا بالاكتئاب. وليت مثلا فاش كنوض نجيب شي كاس كنساو نجيب حاجه اخرى، بحال مرضت في راسي. كنقول هذيك محال، واش ماما ديما كنحس بالفرق بيني وبين خواتاتي، حتى من ولادي كتعاملهم معامله ما مزياناش، وخواتات ولاد اختي كتعاملهم احسن معامله. ديما كتقول لي ولادك داصرين، شوفي ولاد اختك انت ما كتضربيهمش، ضربي ولادك. ولا فاش كنجي عندها كتقول لي تبقاي تجي عندي بوحدك، ولا جيبي غير واحد والاخرين خليهم مع باهم. كنقول لها يا ماما يهديك الله، انا وليت كنحس بلي عجوزتي هي ماما والويساتي هما خواتاتي، وكنحس بلي ماما عجوزتي وخواتاتي هما الويساتي. وليت الا خرجت مع اختي اللي مزوجه بالخليجي ولا عطات ليا الفلوس، كتنوض ماما كتعيط لاختي ولا خالتي وكتقول لهم راه خرجاتها، راه شرات ليها، راه عطات ليها، راه فعلت ليها. انا داكشي كيضرني. غير مؤخرا خرجت معاها وعرفتها غادي تشري لولادي شي حاجه، دخلنا انا سبقت وشريت ليها حلاقات، لان داكشي اللي كدير مع ولادي بغيت نديرو حتى انا معاها. اقسم بالله داكشي اللي شريت ليها بها الحلاقات خسراتو هي على ولادي. باقي ما ركبت في الطاكسي هي تقول لي يا ماما يا اختك شرات لولادك وفعلات لك. قلت لها اجي نتحاسبوا، داكشي اللي شريت ليها به الحلاقات رشات به لولادي، بلا ما تقول لي دارت ليا ولا شرات ليا. المهم انا ضرني هادشي في قلبي بزاف، وزايدون حنا عندنا واحد البارتما، وهادشي اللي ضرني كتار في هادشي كامل. كانت شاريها ماما ب 19 مليون وطلعت ليها بشي 30 مليون بالكريدي. حنا والدنا ماما غير ثلاثة ديال البنات كما قلت لكم في البدايه ديال الحكايه، وكنت قلت لكم انني كنت كنخلص تريطه ب 20000 ريال شهريا اللي هي 1000 درهم، والمده من 2005 حتى 2012 وانا كنخلص في التريطات. ماما شنو قالت لينا؟ قالت لينا ان خوالتاتكم كيتسناوني غير وقتاش نموت وغادي يورثوا فيا. انا غادي نكتب هاد الضرب الاسم ديال اختكم اللي متزوجه الخليجي وممسك عليها الله، وغادي ترجع لكم 7 المليون الوحده. قلت لها انا علاش؟ انا بغيت ندخل دارنا، اختي ممسك الله عليها وعندها جوج ديور، انا بغيت ندخل مع اختي. قالت لي لا ما يمكنش تدخلي مع اختك، اري 7 المليون نعطيوها لاختك الكبيره واري باش نخلصوا التسجيل والتحفيظ وخلصي البنكه. قلت لها حتى انا عاطي حقي فيها، كنت كل شهر كنعطي 1000 درهم. قالت لي انتي ما عطيتي فيها حتى شي ريال، بنتي اللي كانت كتخلص فيها وباقى لحد الان هزاني
وانتي ما دايره ليا والو، حتى واحد ما غادي يدخل ليها، وغادي نكتبها بسميه بنتي، وبنتي اللي غادي تفكها ليا، بقات فيها 7 المليون، وغادي دير التسجيل والتحفيظ في سميتها، والدارها واقفه على 45 مليون. قالت لي انا ما نعطيكش، وما يمكنش تدخلي انت وراجلك للدار مع اختك. قلت لها انا بغيت دارنا، حتى الا متي انت وما لقى فين نغضب نمشي لدارنا ونغضب فيها. قالت لي لا، هذيك كتبتها لبنتي بوحدها. انا الصراحه خواتاتي ما سمحاش في الحق ديالي، فاش كنقول هكذا كتقول لي انت راجلك هو اللي محرشك، وانا راجلي مسكين والله العظيم الا كيقول لي خلي ليهم كل شيء، ما حد امك حيه ما سوقك حتى في شي حاجه، وكلها يخلص الله. كيقول لي خرجي راسك من هاد المشاكل باش ما تمرضيش، ولكن انا خواتاتي اللي عطى الله عطاه، انا دابا مريضه وكنطيح بالاعصاب وكنشرب غير الدواء. غير مؤخرا طحت بالاعصاب وما قلتهاش ليهم، كنقول كيف هما ما كيعاودوش على راسهم حتى انا ما نعاودش على راسي، وديما انا هي القبيحه وانا هي المسمومه، وخواتاتي هما الطب في الطب. هما يحسب ليهم انا بغيت الفلوس، ولكن انا ما بغيت والو. قلت لهم صافي ما خاصني منكم والو، حتى راجلي قال لي الا جبتي شي حاجه من داركم غادي نصيفطك في حالاتك. انا قلت ليها خليك غير مع دوك بناتك الجوج، انا اصلا وليت كنشك بلي انتي ماشي الام ديالي، ومن خلال الشوفات اللي كدير فيا كدير فيا خواتاتي شي خنزيرات ما نعاودش ليكم. لدرجه واحد النهار قلت ليها ماما بغيت نمشي للحمام، وهي ناضت اختي. قالت ليها لا ما نمشيوش، خليها حتى تمشي بحالاتها ونمشيو انا وياك للحمام. بقى فيا الحال، حيت فين ما مشيت عندهم كنرجع لداري باكيه. واحد النهار طحت في الزنقه وهزوني غير الناس، لقاو سميت عقوسي كتبع عليها ماما في التليفون، اتصلوا بعقوسي. سمحت مسكينه في الغدا وجات عندي كتجري، طحت طيحه خايبه في الزنقه اللي تسرعت فيها 3 المرات. تصوروا انا طحت مع 12 وهما حتى 7 ديال العشيه، اما عقوسي مسكينه جات عندي في البلاصه. علاش انا دابا عقوسي دير فيا اللي دارت؟ كنقول بعدا هي راها كنلقاها في نفاسي، وفاش كنطيح كتوقف بجنبي، واخا كتفضل بناتها عليا كنلقاها ديما في صفي. المشكل اختي الكبيره كتقول ليهم ما تعاودوش ليها، النهار كتعاودوا ليها ما كتصدق لينا حتى شي حاجه، ما تعاودوش ليها الاسرار ديالكم، حيت هي كتعاود. انا الصراحه نفسيتي ولات مريضه بسبب هذا المشكل، خصوصا فاش كنشوف البنات المزوجين كيمشيو عند مواتهم وكيبقى فيا الحال، ملي كنشوف لوستي جات عند ما كيبقى فيا الحال، حيت ماما كتعامل معايا خايب وكدير الفرزيات، كنبقى نبكي. انا ما عرفتش واش انا اللي خايبه ولا هما اللي خايبين. هي دائما تبع اختي كتقول ليها عندك، يعني حاضي اختي مني انا. واحد النهار عطات لي 4000 ريال، وباقي لحد الان كتعيرني بها ماما وكتقول لي كما انا ما تعطيكش داك 4000 ريال. كنحس بها حاضي اختي مني لا تعطيني، عكس اختي الاخرى الكبيره كيصرفوا ليها وكيعطيوها الفلوس. انا اقسم بالله العلي العظيم وانتم مالي الخير، فاش كنمشي عندهم كندي معايا فلوسي، كل مشي كندي ليها جلابه وخرقه وكنصير على ولادي، ولكن ما كنحسش انني جايه عند الام ديالي، كنحس بحالي جايه عند شي وحدين ما كيعرفونيش، بحالي شي وحدين اش غادي نقول لكم ما باغينيش، بحالي جايه عند عدوتك. تصوروا كيكريو الدار وكينكروا عليا، وديما كتعيرني وكتقول لي انت غير حاضيه، يعني نكري داري ولا ما نكريهاش، انت ماشي سوقك، وخصوصا فاش كيبغيو يهضروا في التليفون. ماما كتخرج سرقه عليا وكتهضر باش ما نسمعهاش، باش ما نسمعش شنو داير بيناتهم. حاسه بواحد النقص وبواحد الضيم ما نعاودش ليكم. تصوروا كنمشي عندها السلام السلام، كتبقى ساكته. كتوصل 12 كتقول لي نوضي طيبي لولادك، ناري جيتي رونتيني، جيتي درتي ليا، تمشي تهز التليفون وتعيط لخواتاتي وتجلس تعاود ليهم، مخلياني انا بحال شي برانيه. وانا من طبيعي فاش كنتعصب ما كنبغيش نهز العينين في هذاك اللي عصبني، حيت الا هزيت العينين نقدر نسب ولا نعاير. وانا خواتاتي ما بغيتش ندي السخط من عند الام ديالي، وليت كنبقى مده في شحال كيقول لي راجلي هضري مع الام ديالك وسولي فيها، وفعلا كنهضر معاها وكنكون موحشاها ومشتاقه ليها، ولكن غير كنهضر معاها كتقول لي فلانه دارت ليا فلانه فعلت ليا، ماشي كتقول لي كيف دايره بنيتي كي دايرين وليداتك، كتقول لي شوفي خوالاتك شنو داروا فيا. كنقول ليها نفس احساسك كنحس بيه حتى انا،
كتقول لي انت غير محسوسه وكتنوض بالسب والشتم والقذف، اللي ما تهزوش من الطريق، وكتقول لي يلاه سيري بألفاظ خايبه، كتقول لي انت غير محرشينك عليا. شنو غادي نقول لكم انا؟ واخا هكداك فاش كانوا كيجيو عندي ما كنخلي ما نحط ليهم، وكنفرح بيهم واحد الفرحه ما كتصورش. واحد النهار سافروا خلاو ليا ولد اختي الكبيره، قالوا لي غادي نمشيو ندورو شويه وغادي نجيو. هما مشاو قدو شي ورق وشي مسائل حتى سالاو، عاد قالوها ليا. بكيت وبغيت ننفجر، وغير راجلي اللي كنلقاه واقف معايا مسكين وكيزيدوا ليا الهم من الفوق. تصوروا جاهم الصفر لقاوني موجده ليهم العشاء، درت ليهم داكشي اللي كتب الله. قالوا لي لا انت ما درتي ليناش العشاء مزيان. قلت لهم داكشي اللي كتب الله درت لكم، شنو بغيتو ندير لكم؟ كانت اخواتاتي عندي كيلو ديال اللحم طيبته بالبرقوق، وكنظن اي بيت مغربي كيدير هاد الاكله. قال لك لا انت راجلك حزوزي وما كيبغيش الزايد. شنو غادي نقول لكم؟ واحد النهار عيطت لماما، قلت لها عافاك ماما اجي عندي بغيت نحني لك. جاني واحد الشوق عليها، قالت لي واخا غادي نجيب الحنه وغادي نجي عندك. وكان بالسبت، والسبت والحد كما قلت لكم كنت كنمشي ندوز عند عكوسي. عيطت على راجلي قلت ليه اليوم امي غادي تجي عندي، قال لي ما قلتيها ليش بكري؟ انا راه شريت واحد الكيلو ديال اللحم وجبته عند الام ديالي. قلت لي المهم اجي للدار ونتفاهموا. فاش جا للدار عطاني 100 درهم، قال لي ها انت سيري شري اللحم وديري لامك الغدا، وانا باش الام ديالي ما تقلقش مني حيت موجده لينا الغدا تما غادي نمشي عندها نتغدى انا وواحد من الدراري. قلتها لماما، قلت لها راه راجلي غادي يمشي يتغدى مع امو حيت ما في خبرهاش راه كيجي عندنا وهي راه دايره لنا الغدا تما. وهي تقول لي لا سيري مع راجلك، علاش ياخذ لامو ولا جدي ولا جديك؟ قالت لي انا ماشي مشكل غير سيري معاه، وداك 100 درهم خبيها. انا قلت عادي ربما ماما ما يبقاش فيها الحال. قلت لها شتي شو غديري؟ هاد 100 درهم ها هي خديها، انا ما عنديلاش نخبيها غير خديها. ايوا هي وصلت للدار وهي تقول ليهم ما شفتوش راجل اختكم، جرى عليا وما بغانيش وعرفني جايه عنده. المهم شي هدور ما نكذبش عليكم، وهادشي اللي عاودت لكم كله نقطه صغيره في بحر كبير. اما انا قلبي عامر بالهم وبغيت نحماق، وبالاخص فاش كتقول لي اختك اللي غادي تدي الدار. حاليا شرا الطوموبيل انا مسوقينش ليا، ديما انا وراجلي قباح وعقوسي خايبه وعزازين عليا الويساتي وراجلي حزوزي وما كيبغي حتى واحد. واحد النهار قلت ليها في وجهها، قلت ليها امي انت راكي انت عقوسي، خواتاتي هما اللي الويساتي، اما عقوسي راه هي الام ديالي والويساتي هما خواتاتي، حيت هما فعلا كيتعاملوا معايا مزيان حسن منكم. شنو غادي نقول لكم؟ ديما الغوات والمشاكل على داك الدار بالخصوص، واللي بغات تكتبها لاختي كما قلت لكم، واللي مسك الله عليها وعندها جوج ديال الديور وتحرمني انا اللي ما عنديش. عافاكم اخوتي لما فاجيوها عليا، راه ضرني قلبي حيت انا هي البنت الخايبه اللي حتى حاجه ما كتعاود ليها واللي منفور منها. تصوروا ولادي دابا فاش كنقول لهم غادي نمشيو عند جداكم كيبقاو يبكيو، كيقولوا لي لا ما نمشيوش. ما نكذبش عليكم حيت كيشوفوها كيفاش كتعامل معايا، غير كنوصلوا كتبقى كتغوت عليا وعليهم، حتى السلام ما كيبغوش يسلموا عليها. تصوروا اختي كتكون عندها الماكله في الثلاجه، كيجي ولادي كتخبيها عليهم، وديما كتعارني وكتقول لي انت الراجل راكي شريتيه، وكتقول لي راه شافك باباك ملي عطيتيه فلوس الصداق. وانا كنقول ليها اما واش انا فاش عطيت للراجل فلوس الصداق باش درت داك الشيء في عرسي؟ شنو درتي لي انت غير الدجاج واللحم؟ المهم لا اله الا الله وصافي، عفاكم الا ما فاجيو عليا، قلبي راه دارني بزاف. اختي الصغيره ما نلومهاش قلبها بيض وزوين، ما عنديش المشاكل مع خواتاتي، هي الوحيده اللي بقات عزيزه عليا هي الاخت ديالي الصغيره. ماشي حيت عندها الفلوس، حيت كتقول لي الا بغيتي تدخلي معايا في هاد الدار غير دخلي، راه ما غادي يخص حتى خير. عافاكم ما تخليونيش بحال هكذا، راني هازه هم كبير على امي اللي كتعامل معايا بحال هكذا، وكنحس براسي انا اللي خايبه، وكنتسائل واش انا اللي مريضه، وكنحس بهذا الاحساس. ودائما كتقول لي كون خديتي الخليجي كون راكي عايشه لاباس عليك، بحال امي باغا الفلوس وصافي. بغيت نعرف واش امي كدير ليا هكذا، واش هادشي عادي ولا انا حساسه اكثر من القياس. بغيت نحمق الله يرحم لكم الوالدين لما نصحوني عافاكم، وقولوا لي شكون اللي ظالمه وشكون اللي مظلومه.
وبسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نصيحة لهذه الأم ولهذه البنت. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول كذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فنصيحة لهذه الأم أولا، أقول لك: إن لم ترحمي أبنائك فمن ترحمين بعدهم؟ الرحمة، الحيوان يرحم في ابنه. ولقد كرمنا بني آدم، الله قال: ولقد كرمنا بني آدم. الأم التي تعمل الفرق بين أبنائها فهي عاقة لابن أبنائها، فالأم تكون عاقة لأبنائها. جاء صحابي إلى رسول الله قال: يا رسول الله، إن ابني يعقني. قال رسول الله: ائتوني بابنه. فلما جاء الابن قال: يا رسول الله، سأله رسول الله قال: يا بني لم تعق أباك؟ قال الابن: يا رسول الله، قد سمني حرب، فأبناء أطفال المدينة يسبونني باسمي غير الطيب. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: للأب، لقد عققت ابنك قبل أن يعقك، من مجرد أنه سماه اسم ليس بالطيب، اسم يسب به ابنه. قال: لقد عققت ابنك قبل أن يعقك ابنك. فإذا هنا نستشف من هذا الحديث أن الآباء يعقون أبناءهم، وكذلك الأبناء يمكن أن يعقوا آباءهم. فليس الآباء العقوق مجرد للأبناء اتجاه الوالدين، بل كذلك الوالدين يعقون أبناءهم، وهذا حديث صحيح. فهذه الأم أقول: اتقي الله، اتقي الله في نفسك، اتقي الله في بنيتك. فهذه هؤلاء الأطفال أمانة في أعنقك إلى يوم القيامة. فالتمييز والتفريق بين الأبناء حرام، لا يجوز شرعا. فأما هذه البنية فأقول لك: حقك اتجاه والدك أن التعامل معها بالإحسان، وزيارة الأم، لأننا نحن لا نختار آباءنا ولا أمهاتنا. فلا بد، الواجب عليك احترام الآباء والأمهات، وكذلك الإحسان لهما وزيارتهما. وإن كانت تؤذيك وتعمل الفرق بين إخوتك فهذا فعليك بالصبر الجميل. قولي: فصبر جميل. وادعي لأمك في الصلاة، ولا تقطعي رحمك ولا تقطعي أمك كيفما كان الأحوال. نعم، الشيء يضر في القلب، ولا أقول لك: لا تعصي والديك. حتى الله عز وجل قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن هنا حتى الشرك قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن هنا واجبك عليك يا أختي أنك تحسنين إلى والدتك. إن كانت هي كانت تعمل هذا التفريق فيوم القيامة ستحاسب عنه أمام الله. وأقول لهذه الأخت أم البنية: اعلمي أن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا التفريق ستحاسبين عنه أمام الله يوم القيامة. فاتق الله في نفسك
ويا أختي الصغيرة ويا بنيتي، اتق الله في نفسك، ولا تقطعي أمك ولا أباك ولا إخوتك ولا أخواتك. كيفما كان الضرر فعليك على الأقل بصلة الرحم. صلة الرحم هذا واجب، ولكن عليك يا بنيتي، عليك بالدعاء للأم بالهداية في صلاتك. وأقول لك بنيتي، بنيتك قبل أن تعقك، لقد عققت بنيتك قبل أن تعقك، لقد عققت بنيتك قبل أن تعقك. والله أعلى وأعلم، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما ورد على مسامعكم الطيبة متتبعين ومتتبعات قناة سمح حكايتي، كنشكر من هذا المنبر الشيخنا الفاضل اللي دخل دار واحد المداخلة بخصوص هذا الموضوع اللي أرق الأخت ديالنا وفاء من مدينة مراكش، واللي عودت على الحكاية دي الأم ديالها، وكنظن أنها باغا تبارطاجيها معاها، لأن هذا الأمر هذا كيحزنها ومقلقها ودير لها غصة في قلبها ومردها. فنتمنى ان شاء الله تاخذ المداخله ديال الشيخ ديالنا الفاضل بعين الاعتبار، كل من الام والبنت ديالها، وعفى الله عما سلف والعواشر هادو. الانسان يصفي القلوب ويصفي الخواطر، فاش كتجي مع الوالدين كتجي صعيبه بزاف الصراحه والله العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله، ما تخليوش الدنيا تاخذكم، ما تخليوش الطمع ديال الدنيا ياخذكم، لا انت لا الام ديالك. حاولي تصالحي مع ذاتكم مع نفسكم، ما تقارنيش راسك بخواتاتك نهائيا. انا كل منك نعيش مع وليداتي، مادام ان راجلي ما مزول ليا والو، انسان مزيان معايا فصافي كيكفيني، مادام ربي عوضني بالعجوزه ديالي والويساتي فعادي جدا. صافي اختي عيشي حياتك وجلسي في دويرتك وقبلي وليداتك، وتبقي مره مره تمشي تسيري الرحم ديالك، سيري عند الام ديالك جلسي معاها تقهوي معاها، كل اللي قسم لك الله واجبي وليداتك واجبي، ما تبقايش ديرونجي الام ديالك. كي عارفه حنا البنادم كيبدا كيكبر راه اي حاجه كتعصبو اي حاجه كتقلقو صافي، ما تبقايش قارني راسك مع خواتاتك، لا لا هذيك عندها انا ما عنديش، لا لا هذيك حيت لاباس عليها كيديروا معاها مزيان انا لا. ما تخليش هاد العنصر ديال المقارنه يطيح منك ويطيح من شخصيتك ومن كرامتك. فتصالحي مع ذاتك، ومادام انك رضيتي بالزواج ديالك فما كاين لاش تبقاي تهضري على الماضي. علاش الام ديالك ما تقول، علاش كتقول لك تزوجي بهذاك، كون زوجتي بهذاك اللي لاباس عليه كون راكي، كون راكي راك داك كوكان راه كتفتح ابواب الشيطان. فاش غادي نقول لك الاخت ديالي الكريمه، تصالحي كما قلت لك مع ذاتك وديها في وليداتك وديها في صحتك والام ديالك، طيعيها لا هي ولا الاب ديالك. خواتاتك تعاملي معاهم بالحسنى، وكل واحد كيخلص الله كيقول لكم ما جزاء الاحسان الا الاحسان. صافي تعاملي انت معاهم كما كتبغيهم يتعاملوا معك، مادام انك كتبغيهم يتعاملوا معك زوين تعاملي انت معاهم زوين، وهما دبر راسهم. يعني ما كيهمكش الطريقه باش كيتعاملوا معك بها، ماشي مشكل، حيت صافي انت عندك دارك، عندك حياتك، عندك وليداتك قابليهم، عندك ديالك قبليها، ما تبقيش تعمري راسك بهذا الخروطي كامل. صافي تعاملوا معك زوين تعاملي معاهم زوين، تعاملوا معك خايب تعاملي معاهم زوين، في كلتا الحالتين خليك انت هي الطب في الطب. ولو انهم كيعتبروك انت شي حاجه ما كايناش، انت خصك انت ديري قيمه لراسك. راه الا ما عزيتيش راسك راه ما يعزك حتى شي واحد، والا ما درتيش قيمه لراسك راه حتى واحد ما غادي يديرها لك، فهمتي؟ والا عطيتي الفرصه للانسان انه يمسح فيك رجليه، راه واخا يكونوا دوك ولادك عطيتيهم الفرصه راه يمسحوا فيك رجليهم. فعادي جدا عيشي حياتك وواكبي المسيره ديالك، والحياه هي هذه، ما غاديش نبدلوها، ما غاديش نغيروها. الانسان صافي يتعامل، لما قديتيش تتعاملي بالمثل فتعاملي بالحسنى. هادشي اللي كنقول انا، والله اعلى واعلم، وانت ديري داكشي اللي غادي يخرجك، هادشي اللي نقدر نقول لك. وكنتمنى ان شاء الله كذلك من الاخوات والاخوان الكرام اللي كيتبعوا القناه وكيستمعوا القصص ديال قناه سمح حكايتي، كيف ما عودنا دائما ما كيبخلوش بالاراء ديالهم، بالنصائح ديالهم، بالارشادات ديالهم، الله يجازيهم بخير ويجعلها اليوم في ميزانهم المقبول. كنشكر الشيخ الفاضل اللي دخل ودار معنا هذه المداخله مجددا، وكنشكر الاخت ديالنا اللي عادت لينا القصه ديالها. ونتمنى ان شاء الله الناس اللي كيسمعوا هذه القصه وعنده
عندهم نفس هاد المشاكل، لان كنظن بزاف ديال الناس وخصوصا بزاف ديال الحكايات اللي جايين مع الطريق كيعاودوا على المعامله ديال الام القاسيه. كنتمنى من جميع الامهات انهم يردوا البال لافعالهم، هما ربما كتجيهم عاديه، مساله عاديه، ولكن هما كيديروا واحد الخطا كبير اللي ما كيردولوش البال. خص الانسان يرد البال مثل هاد الاخطاء اللي تقدر تخلي العداوه تكون بين الخوت والخواتات. هذا الشيء اللي كاين. وكيف ما عودتكم دائما متتبعين ومتتبعات قناه سمح حكايتي، قناه سمح حكايتي ماشي غير للفرجه بل للعبره، الخاص مفتوح لكم جميعا عبر الواتساب 0637054549. ان شاء الله الا كنتو اول مره كدوزوا من هاد لاشين ومازال ما تابونيتوش، نتمنى انكم تضغطوا على زر ابوني اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وما تنساوناش بكومونتير زوين وبجيم زوين وكومونتير حني الله يرحم بها الوالدين، ومرحبا بتعاليقكم كاملين، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو باش تعم الفائده. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.